جزاك الله خير. إذا كان التأخر بعذر هل يجمع؟ يعني كان مثلا يدافع الأخ بثان يجمع وين؟ المسجد مثلا العشاء مثلا صلى مع الإمام. ما حد سبق الكلام، بيجمع مع جماعة ولا وحده؟ وحده. حكينا لك ساوي يعني. لم هو أنا قمت أنه تأخر يعني بدون قصد بدون يعني عذر. في عذر يوجب له الجماعة؟ العذر عذران، عذر يبرر له ترك صلاة الجماعة، لكن هذا لا يكفي له عذرا للجمع بين الصلاتين. مفهوم هذا الكلام عندك؟ طيب، إذا لازم يكون العذر يقتضي له أن يجمع بين الصلاتين وليس فقط أن تفوته صلاة الجماعة. واضح؟ أحيانا يأتي إنسان شيخنا فيصلي العشاء جاهلا قبل المغرب. لما تقولون ما لا تفعلون؟ بس هذا أخيرا جزئية أخيرا في قلبي هذا قبل ما أتوقع كمان هذا بس هذا أخيرا مع الجماعة الكويتيين لكن الظاهر أنت شاعر بشعوري أنه جماعة أفلس وما في عندهم شيء إلا لا في سؤال. إذا هبت سياحك فاغتنمها. في سؤال لا حتى ما يرد عليك الحجة بالآية. لما تقولون لما تقولون ما لا تفعلون. نعم.